نتواجد الآن في منطقة مشروع بيت لاهيا والتي دمر الاحتلال جميع مساجدها، وبالتالي حرم كل سكان منطقة مشروع بيت لاهيا وكذلك باقي المناطق في منطقة الشمال من الاستماع إلى صوت الأذان ورفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد. نتواجد الآن رغم القصف والخطر في المناطق القريبة من هذه المنطقة إلا أن الناس عادوا، وبالتالي أصبحت الحاجة أكثر لأن تكون يعني هذه المساجد عامرة. هذا هو مسجد الشهيد عز الدين القسام، والذي يعتبر من أكبر المساجد في منطقة مشروع بيت لاهيا، والذي دمره الاحتلال دمارا كبيرا وواسعا. وليس فقط هو، إنما كل المساجد التي يعني كانت عامرة بأهلها وبالمصلين فيها أصبحت على هذا الحال. ربما المسجد هذا يعد من أكبر وأبرز المساجد في منطقة المشروع، وبالتالي أيضا ما حرم منه أهالي هذه المنطقة فهو شيء كبير. هذه مئذنة المسجد التي كانت ترتفع إلى أمتار طويلة فوق يعني قبة المسجد، والتي بقيت شامخة حتى هذه اللحظة كما هو واضح. مشاهدينا الكرام، ربما الدمار هنا في هذا المسجد وفي مرافقه يعني يتضح، وهذه المئذنة الأخرى ربما تتضح الآن عبر الشاشة، لكن حقيقة يعني رغم كل ذلك يحاول الناس يعني التمسك بالبقاء بالقرب من المساجد والقرب من يعني هذه المنازل والبيوت، بيوت الله التي يعني تعلقوا بها. ربما سنتحدث الآن مشاهدينا الكرام مع أحد رواد هذا المسجد يعني وأحد القائمين أيضا عليه والمصلين فيه، وإمام مسجد القسام، مسجد الشهيد عز الدين القسام. أولا شيخنا نتعرف عليك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم جميعا وسلم شعبنا من أذى ومكر وكيد أعدائنا دائما وأبدا بإذن الله. أخوكم إبراهيم إسماعيل طه الحلبي أبو عبد الرحمن إمام مسجد القسام بعد أخونا أبو عمر ومعه. حياكم الله، أهلا وسهلا فيك. ربما يعني شيخ أبو إبراهيم مع أبو العبد، ربما بعد قصف الاحتلال لهذا المسجد وغيره من المساجد يعني توقف رفع الأذان، وربما هذه المآذن التي كانت تصدح عند كل صلاة أصبحت اليوم كما هو واضح مدمرة. باعتقادك ما الشيء الذي حرم منه سكان هذه المنطقة بقصف الاحتلال للمساجد؟ في الحقيقة المسجد له رسالات مختلفة في الجوانب الاجتماعية، وسأبدأ بالجوانب النفسية لما تعطيه من هدوء وسكن واطمئنان وراحة قلبية ونفسية للناس في رفع الأذان. الناس تستأنس بلا إله إلا الله وتستأنس بالأذان، تستأنس وترتاح جدا في رؤية بعضها البعض في بيت من بيوت الله وفي أداء عبادة وشعيرة من شعائر الله. المسجد له بالذات في زمن الحرب دور عالي جدا من الهدوء النفسي والاستقرار والاستتباب. حرمت الناس من هذا السكن النفسي والاطمئنان وهدوء البال، حرمت من رؤية بعضهم البعض، ربما طبعا يزيد القلق حتى عند الناس. الناس بيقول لك يا عمي سمعونا الأذان حتى لو بدون صلاة. المسجد له أيضا رسائل اجتماعية مختلفة في التآلف، في التعارف، في المحبة، في التواصل، في تعليم الناس دينها وفي تعليم الناس آداب إسلامها. في الحقيقة بتدمير المساجد الناس حرمت من كل رسائل المسجد التعليمية، الاجتماعية، النفسية، وباتت كما ترى يعني في هذا المشهد المؤلم. في الحقيقة المساجد أيضا لا ننسى أنها بيوت الله في الأرض، بيوتي في الأرض المساجد، وزوارها عبادي الذين يسيرون المسجد أو يزورون المسجد هم عباد الله عز وجل. وقرآننا واضح، من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. بمعنى لا يوجد أظلم ممن حرم الناس من الصلاة في المساجد. لماذا برأيك قامت إسرائيل بخصف هذه المساجد وليس مسجد واحد؟ كل المساجد في هذه المنطقة ربما في حي مشروع بيت لاهيا دمرت، بمعنى لم يتبقى ولا مسجد في هذا المكان. هو في الحقيقة في حروب سابقة كانوا يتعذروا أو يتحججوا بالحجة الأمنية أن بعض المساجد تستخدم في البدروم لتخزين السلاح لتدريب للأغراض التي يدعون أنها لها علاقة بالمقاومة. لكن ما شاهدناه في هذه الحرب
لا علاقة له بالمقاومة مطلقا. هاي مسجد للقسام أمامك لا يوجد فيه أي غرفة مطلقة، ولم يمارس فيه أي نشاط لا أمني ولا عسكري، ولا يوجد فيه أي نشاطات تمس بأمن دولة العدو كما يزعمون. القرار كان واضح جدا، إزالة المساجد وتعطيلها، إخراج عن الخدمة في ضربة نقول صمامات الأمان وصمامات الصمود والثبات للناس. يعني باختصار بدناش ياكم تصلوا، احنا ما بدنا ياكم تصلوا ولا تشوفوا بعض ولا تلتقوا مع بعض. طب المساجد في الحقيقة كثير من المساجد التي دمرت في المشروع مفتوحة تماما، ولا يوجد شيء، لا يوجد فيها شيء مخفى عن الأنظار انه تقول يعني للأغراض الأمنية، لا، هذه مساجد فقط للعبادة. نعم. والعبادة ليست عمل تنظيمي ولا عمل أمني ولا عمل عسكري، هذه من شعائر الله. يعني نعم. حتى في الظروف الدول العلمانية في الدول الكافرة يسمح بأداء الصلاة، في كل ظروف الحياة من السلم والحرب والحصار والإغلاق يسمح بأداء الصلاة. هذه مساجد تستخدم أو يتعبد فيها بشعائر الله كويس، وتقوم الناس بأداء الصلاة وتنصرف إلى بيوتها ومصالحها فيما بعد، لا يقومون بأي مقاومة ولا بأي جهاد ولا بأي شيء فقط. ولم يحدث في تاريخ قطاع غزة ولا في تاريخ فلسطين أن تخرج المساجد عن الخدمة كما حدث في هذا الحرب، أو أن يتوقف الأذان لدرجة أن الناس أصبحوا يشتاقون لسماع الأذان. يا عمي ارفعوا صوت الأذان لو بسماعة من بيتكم، لو في أي ميكروفون، بدون أداء الصلاة نريد أن نسمع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بما تدخله من سكن وهدوء واطمئنان في قلوب الناس. يعني ربما شيخنا، طبعا أشكرك جزيل الشكر، لكن مشاهدينا الكرام ربما يتضح من خلال تدمير هذا المسجد والعدد الكبير من المساجد هنا في منطقة مشروع بيت لاهية، إلى أن الاحتلال لا يريد فقط يعني هدم المساجد لكونها مساجد، إنما أيضا يريد حرب، يعني هي أشبه بالحرب الدينية، والتي من خلال تصريحات قادة الاحتلال ومن خلال تصريحات أيضا بعض المتنفذين من الجنود وما نراه عبر وسائل الإعلام من جنود الاحتلال، هم فقط يريدون أن يهدموا هذه المساجد لأن يحرموا الناس من شعائرهم ومن أداء صلواتهم كما هو واضح. هذا ليس المسجد الوحيد، هناك عدد كبير جدا من المساجد وخاصة في منطقة شمال قطاع غزة ربما جميعها خرجت عن الخدمة ودمرها الاحتلال، وخاصة في منطقة مشروع بيت لاهية الذي لم يتبقى به أي مسجد على حاله. لفضائية الحوار، باسل خير الدين، غزة، من مشروع بيت لاهية شمال القطاع.